بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم فرج الكرب عن المكروبين من أمة سيد المرسلين، اللهم اشف أمراضنا وأمراضهم، وارحم أمواتنا وأمواتهم، اللهم اقض ديوننا وديونهم. اللهم يا رب العالمين تب علينا وعليهم يا أرحم الراحمين، وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها، أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. آمين 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 رب العالمين، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وتعليق على كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة، دفين مصر بجوار سيد ابن عطاء الله السكندري في سفح المقطم. تكلمنا في الحديث الأول، وهو حديث بدء الوحي، أول حديث في الكتاب، وله تعليق على هذا الحديث من عدة أوجه. وقفنا على الوجه 15، يقول فيه دليل على التسبب في الزاد عند دخول المعتكف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ معه الزاد لمعتكفه في غار حراء، فهذا دليل على التسبب، يعني الأخذ بالأسباب في الزاد عند دخول المعتكف أو الخلوة أو الوجهة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى التحنث بما يصلح من زاده للعيش طول مقامه فيه، يعني ترك الزاد والسفر بغير زاد مش معناه توكل على الله، إلا لأهل ترك الأسباب، لأن الناس نوعان، ناس أهل تجريد وناس أهل أسباب، وبعث النبي للنوعين، فكان النبي أحيانا يأخذ بالأسباب وأحيانا يترك حتى يكون قدوة للنوعين في آن واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسبب ويأخذ بالأسباب تعبدا لا اعتمادا عليها ولا التفاتا إليها، ولكن تعبدا فقط إظهارا للافتقار، وكان أحيانا لا يأخذ بها صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يبين أن هذا وهذا هو سنته، لأن الناس أنواع، هناك من لا يتسبب أصلا كسيدنا إبراهيم النبي عندما عرض عليه سيدنا جبريل وهو في الهواء يلقى به في النار لينقذه به الله سبحانه وتعالى، قال أما إليك فلا، أعرض عن السبب لأنه ليس من أهل الأسباب ومن أهل التجريد. أما ربي فعلمه بحالي يغني عن سؤالي، فهذا رمز لأهل التجريد الذين يتعاملون مع الله مباشرة بلا سبب وبلا علاقة. وهناك نوع آخر من الناس يتسببون، وكان سيدنا داود النبي يأكل من صنع يده، لأنهم كانوا الأنبياء بعثوا للناس جميعا بجميع طوائفهم، ونبينا بعث للناس جميعا إلى يوم القيامة، فكان يتسبب ولا يتسبب أحيانا، فلكن على أي حال عند التسبب لا تلتفت إلى السبب، وعند ترك السبب لا تمتحن نفسك مع الله حتى تراعي الأدب في كل حال، فإذا أخذت بالسبب فأخذ بدون التفات إليه ولا اعتماد عليه، وإن تركت السبب بإذن من الله وإشارة فلا تفعل ذلك اختبارا وامتحانا لله سبحانه وتعالى، ولكن تجعل ذلك تأدبا مع الله على كل حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للخلوة يأخذ معه الزاد صلى الله عليه وآله وسلم، والحكمة في ذلك أن الخروج بالزاد فيه إظهار لوصف العبودية وافتقارها وضعفها، لأن المرء أبدا ليس له قوة على تلك الأمور إلا بإعانة من الله سبحانه، والخروج بغير زاد فيه شيء ما من الادعاء، وإن كان لم ينطق به ولم ينوي،
فيخاف على فاعل ذلك أن يكله الله لنفسه فيعجز عن توفية ما أراد في وجهته. تيجي تمتحن ربك، ربك يمتحنك، فهمت ازاي؟ يترك بقى الزاد ويقوله ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيرزق النملة في جحرة، مش هيرزقنا أنا وربنا بيقول كرمنا بني آدم وأنا من بني آدم، ويروح كده يقوم ربنا يمتحن ما يلقش. طب النملة ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش لها قدرة على التدبير مثلا، وليست عندها قدرة على العقل، ولكن أنت ربنا أعطاك العقل وطلبه منك أن تأخذ من فضل الله، مش كده برضو؟ قال واسأل الله من فضله ومن فضل الله الأسباب التي خلقها لك، فأنت لا تترك السبب إلا إذا تركك السبب، ولكن طالما وضعك الله في الأسباب فتأخذ بالأسباب. ولأجل هذا المعنى كان بعض أهل الصوفة يعني من الصوفية من شدة ملاحظته السنة إذا دخل لخلوتي وتعبدي أخذ رغيفا من خبز وألقاه تحت وسادته، ويواصل الأيام العديدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيواصل عدة أيام، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهذا وبعث لهذا، يبقى في أسوة للي ما يقدرش يواصل يوم يفطر. وما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتعجيل بالفطر، واللي ربنا بيديله قوة بلا زاد يلاقي نفسه في أسوة للنبي، كان يواصل الأيام ذات العدد ويقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فلن تجد إنسان مهما بلغ من خصوصية إلا ويجد النبي أمامه إماما صلى الله عليه وسلم في هذه الخصوصية. فبيقول لك إن في بعض السادة من الصوفية كان لما يجي يدخل المعتكف بتاعه ياخد رغيف يحطه تحت الوسادة، وإن كان هو بيستطيع ربنا بيديله استطاعة وقوة إنه يديله قوة بلا زاد، فتلاقي ما يأكلش يوم واثنين وثلاثة، وبالرغم من كده عنده قوة، قوة الطاعة عنده عظيمة، ولا يجد نفسه انه ضعف من اجل الجوع، لا يشعر بمسحة جوع. ومعروف حتى يعني في ايام حروب التتار، ايام حروب التتار واحدة من المنطقة اللي هي بجوار ايران وافغانستان وباكستان في المنطقة دي، ومعروفة المرأة دي ومكتوبة في التاريخ لأنها زاروها ناس كثيرين من علماء عصرها تعجبا من حالها ودونوها من عجائب عصرها. هذه المرأة مات زوجها في معركة من معارك التتار ولم يترك لها أي زاد ولم يكن عندها أي شيء يقوم به، فنامت حزينة لما عرفت أن زوجها مات، فرأته في المنام وهو في خير حال لأنه شهيد، فقالت لو تتركني بلا طعام وزاد وتأكل أنت من الجنة، ده حسن عشرة، دي عشرة كويسة، دي بتلومه يعني. فأعطاها من طعام الجنة في يده في المنام، فأكلت منه واستيقظت من نومها وآثار الطعام بين أسنانها، ثم بعد ذلك عاشت 45 عاما لم تطعم طعاما من أهل الأرض أبدا، لدرجة ان كانوا الناس كلهم يستعجبوا مين دي، واشتهر صيتها وزع صيتها، وكانوا الناس تضرب لها الرحلة ويتفرجوا عليها من العجائب. يعني لو كانت ايامنا كانوا يجيبوها في السي ان ان وفي مواقف وطرائف، وكل يوم يستضيفوها في التلفزيون ويفرجوها على الناس من الطرائف والعجائب. ربنا سبحانه وتعالى اعطاها قوة بلا زاد، حتى انها كانت في حياتها يعرض عليها طعام الدنيا يبقى كأنه جيفة تأنفه، يعني شوف طعام الدنيا كأنها شايفة جيف تأنف، ولم تجد مسحة جوع، وعاشت 45 عام بلا طعام علشان خدت أكلة من أكل الجنة. فهمت بقى؟ فالحاجات دي كلها وقعت، يعني مش أساطير، زاروها معظم علماء عصرها ومكتوبة مدونة من ضمن عجائب والغرائب اللي مرت على البشرية وفيها عجائب كثيرة. سيدنا عيسى بن مريم مش حي إلى يومنا هذا بجسده وروحه، وقعد في السماء الرابعة، طب في السماء الرابعة بيطبخوا بيعملوا محشي، عندهم مخللات، عندهم طابونة هناك يعملوا عيش، يعني ما فكرتش بياكل ايه يعني؟ ربنا مديله القوة بلا زاد، ايه المانع يعني؟ ما هو اكل من المائدة مع الحواريين، والمائدة كانت تعم الجنة، واللي ياكل منها يشبع خلاص، يشبع ليوم القيامة بقى مش محتاج، ويفضل كده قوي بلا طعام ولا زاد. سيدنا عيسى بن مريم مستعجب انها ما بتاكلش بقى لها 45 سنه، سيدنا عيسى بن مريم منذ ان رفع الى الان لم ياكل من طعام الدنيا، لانه اصلا مش موجود في الدنيا، ده هو من اهل الدنيا وموجود في الاخر،
وبعدين هيرجعولنا ربنا الدنيا مرة أخرى، حاجات غريبة برضه يعني لا تتعجبها. فالمهم إن في من الصالحين والأولياء كان يواصل يقعد له بالأربعين يوم لا يجد لا يأكل طعام ولا يجد له شهوة للطعام مع كمال قوته على الطاعة والعبادة. فبيقول لك إن كان في أحد الصالحين كان يعمل الحكاية دي، يدخل الخلوة لتعبدي ويأخذ رغيفا من خبز وألقاه تحت وسادته ويواصل الأيام العديدة ولا يأكل منه شيء. فرآه بعد تلامذته كذلك فأخذ الرغيف من تحت الوسادة، يعني لقى الشيخ مش محتاج الرغيف بقاله يومين ثلاثة وأربعة وخمسة وحطه تحت الوسادة، فطمع في الرغيف فلم أكله أنا. فالشيخ لما دور على رغيف ثم تفقد الشيخ الرغيف فلم يجده، فصاح على من لذا به صيحة منكرة وأغلظ عليهم فيما فعلوه، فقالوا ليس لك به حاجة فلما تتخذه هناك، ما أنت مش محتاجه، سيبنا احنا ناكله. فقال لهم أتظنون أن ما ترون من قوة هي مني، بل من فضل من بل فضل من الله ومنة. أرأيتم إن رددت إلى حال البشرية كيف أفعل؟ يعني كل القوة اللي فيدي من الله، فلو ردوا لنفسه هيرجع لضعف البشرية يحتاج يأكل ويشرب تاني. فبيقول لهم طب افرض ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه عاداني مرة اخرى الى حال البشرية، مش هحتاج الطعام ده؟ فسيبوه. فكان يعمل على حال ضعفه والعادة الجارية التي يقدر البشر عليها، وما كان من غير ذلك يراه فضلا من الله عليه، وهو حامل كل ذلك على ما أشرنا إليه أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا وجه آخر من الحكمة، وهو أن الخروج بالزاد من باب سد الذريعة، لأن الزاد إذا كان حاضرا لم يبقى للنفس تشوف ولا تعلق. أنت لازم لما تخرج لله بقى ما يبقاش في قلبك ولا في نفسك أي تشوف لأي شيء آخر. فلما تبقى أنت خارج من غير زاد كل ما هتجوع هتقعد تفكر هيجي لك الأكل منين وحترتب له ازاي، ويبقى قلبك متعلق بالاكل. لكن لما يبقى الزاد معاك تبقى كل اهتمامك مع ربك، فلو جالك الجوع كلت، ما جالكش الجوع عينك على الزاد تقوم فاطمه نفسك عن انها تنظر لغير الله. هذه المساله. كان اهل اليمن زمان كانوا يخرجوا للحج من اليمن متوكلين على الله على اعتقادهم دون ان ياخذوا اي زاد معه، فيقوم اما يجوع ياكلوا من الايه من الافواج القبائل اللي ماشي. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم ايه وتزودوا فان خير الزاد التقوى. قال لهم وتزودوا، الكلام ده نازل للي بيعمل كده، ليست بخصوص اهل اليمن، لكن اي واحد هيعمل كده نفس الحكايه، يقول لك انا هخرج مع الافواج، افواج الحجاج ولا افواج اي رحله، مش هاخد معايا اكل. وقال الحمد لله الناس هو ده اللي بيجيب معاه شويه اكل هقعد معاه كلها، وطعام الواحد يكفي الاثنين وربنا كريم. وهي كلها نطوعيه، نطاعه وقله التوكل واعتماد على الناس مش على الله. ويقول لك انا بعتمد على الله، وهو هي بخل واعتماد على النفس. وبعدين هو يديها عنوان جديد، عنوان مختلف. فربك قال لأهل اليمن إيه وكل من كان على شكلتهم وتزودوا يعني بالزاد فإن خير الزاد التقوى، أي الذي يقيك مسألة الناس والتعلق بالناس، هذه التقوى. وفي الحديث إن النفس إذا كان معها قوتها اطمأنت، إن النفس إذا كان معها قوتها اطمأنت، هذا مع إمكان وجود القوت من حله ووجهه، وإلا فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. وانت عايز تعرف النفس بص للطفل، الطفل ده هي النفس. شوف الطفل كده اللي بيرضع من أمه حتى لو شبعان ونايم يبقى ايده على صدر أمه عشان يبقى مطمئن انه لو جاع الخزنة موجودة هيلتقم الثدي، انما اول ما ايه ما ما ما, ما يلاقيش ايده على صدر أمه يعمل ايه؟ وقوة حتى لسه مش جعان. هي النفس كده عايزه تبقى نايمه وشبعانه لكن عينها على ايه؟ على اوضه الخزين وعلى الرصيد وعلى المال اللي في الجيب وعلى 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 اللي هو صدر الام. فهمت؟ نفس الحكايه. فالنفس طبيعتها كده عايزه تطمئن ان القوت بتاعها قدامها حتى لو ما احتاجتوش اهو قدامها. هي نفس القصه. فبيقول لك ان لما بياخد القوت معاه يبقى فطن نفسه، يقوم بقى ما يشتقش القوت غيره،
لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. تقوم انت لا تمد عينك الا بما رزقك الله، تبقى مبسوط كده واخد معاك رغيف حافي وهو ده، فطمت نفسك عليه بس، تقوم تريح نفسك، تقوم نفسك كل ما تيجي تجوع تشوف الرغيف الحاف وهي ما بتشتهيهوش تقول لك ما فيش داعي لسه شوية، تقوم ما ترجعش تاكل، تقوم تستريح، تقوم تنشط في العبادة اكتر، ما انت جايب لها حاجة تسد النفس. لكن الحاجة والسلام هذا مع إمكان وجود القوت من حله ووجهه، وإلا فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد كان عليه الصلاة والسلام عند عدم القوت من وجهه يربط على بطنه 3 أحجار من شدة الجوع والمجاهدة، ولا يتسبب في الزاد ولا ينظر إليه، لأن حال النبي كان بين الفقر إلى الله والاستغناء بالله، كان حال النبي كده يتقلب بين الفقر والاستغناء بالله. فالفقر أخو الخوف والاستغناء أخو الرجاء، فهو بين الخوف والرجاء. فكان إذا غلب عليه الفقر إلى الله ربط على بطنه الحجر من الجوع، وإذا غلب عليه حال الاستغناء بالله يمر عليه الليل اليوم واليومان والثلاثة ولا يجد مسح الجوع. وكان يطعم الجيش من قليل الطعام ويتفجر الماء من بين أصابعه الشريف، كل ده لأن النبي كان يتقلب بين هذا وذاك، بين احتياجات العبودية وبين تجليات الربوبية، كل في آن واحد يعطي لكل ذي حق الحق. الوجه 16 فيه دليل على أن المرء إذا خرج لتعبده أن يعلم أهله ومن يلوذ به بموضعه، يعني مش من الرجولة أنك أنت تخرج ومش قايل للبيت أنت رايح فين، يعني طول أصلا كبرت يسألوك أنت رايح فين أيام ما تبقى شباب بقى كده ولسه والدتك تبقى عايزة تطمئن عليك، تقول لها أنا كبرت بقى يا ماما هقول لك وكل حاجة، قلة أدب ما يصح، لازم يقول لهم هروح فين. ده أبوه لما بيخرج بيقول له إيه للأم، يقوم الولد ما يقولش، أدب الأدب كده إن أهل البيت يعرفوا أنت رايح فين لأسباب كثيرة مهمة جدا، إنك أنت ممكن يجرى لك حاجة يروح يسألوا عنك في الحتة الفلانية، دي حاجة. والحاجة التانية إن هو يطمئن بالهم ويستريح خاطرهم، فدي شيء مهم، مش يعني مش ضد الرجولة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الغار وأهله يعلمون بموضعه وماذا يريد بخروجه، وكمان مش رايح فين وبس، لا رايح فين وحعمل إيه، يقول لهم كمان أنا هروح الحتة الفلانية وحعمل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأهله كده، يوضبوا له الذات هتروح فين، أروح غار حراء تعمل إيه، أتحنس وأتعبد وأخلو لنفسي، خلاص يستريح ويطمئنوا. والحكمة في ذلك من وجوه، الوجه الأول أنه معرض هو وأهله لما يطرأ من الأمراض وغيرها من الأعراض، فإذا كان للأهل علم بموضعه علموا إلى أين يذهبون إليه إذا طرأ شيء من ذلك. الوجه الثاني أن في إخبار الأهل بذلك إدخال سرور عليهم وإزالة للوسواس عنهم، لأنهم يتوقعون مصيره إلى مواضع مختلفة ممكنة، فإعلام لهم بذلك إزالة لما ذكرناه وإدخال السرور عليهم لكونهم يعلمون أنه منقطع للتعبد ومشغول به، وفي إدخال السرور من الأجر والثواب ما قد علم. الوجه الثالث ما في ذلك من دعوة للأهل والإخوان وإن كان لم يطلب ذلك منهم، لأن الغالب من النفوس الانبعاث لما يتكرر عليها من الأمور. يعني ما تقول لهم أنا هروح فين، كأنك أنت بتدعوهم تعملوا زيك، رايح فين هقعد في الجامع، هصلي التراويح، هحضر الدرس الفلاني، أنت ما قلتلهمش احضر، احضروا، لكن مرة في مرة يلاقوك مواظب يقولوا ما نيجي معاك، يبقى كأنك أنت بتحسهم أنهم يأتسوا بيك دون أن تأمرهم مباشرة. الوجه الرابع أن من عرفه منقطعا للتعبد ومشغولا به، فإن أراد صحبته على ما هو بسبيله من غير أن يدخل عليه خللا في طريقه، ومن أراد غير ذلك لم يصحبه فاستراح منه وزال عنه ما يلحق من التشويش في مخالطته. وبرضو الوجه الرابع أنك أنت لما بتقول للناس وجهتك وحتعمل إيه، الناس اللي ملاش رغبة تعمل اللي هتعمله ده هتبعد عنك، يبقى استريحت منه بدل ما يشوشوا هدفك، واللي ليه رغبة يعمل زيك أو هيصحبك يقوم يعينك. إنما ما تقول أنا هخرج أتمشى يتلم عليك أي واحد بقى ياخدك أي حتة، لكن لما تقول أنا هروح الحتة الفلانية خلاص يبقى ما حدش هيشبط فيك ولا يجي معاك ولا يخرج معاك إلا إذا كان موافق على المكان اللي أنت رايح فيه وعلى الحاجة اللي أنت هتعملها في هذا المكان.
يبقى انت بالطريقه دي ضمنت الصديق الذي لا يشوش عليك ما عزمت عليه. الوجه 17 فيه دليل على ان الشغل اليسير الضروري لا يكون قاطعا للعباده، لانها اخبرت عنه عليه الصلاه والسلام انه كان يخرج الى التعبد الليالي العديده ولم تذكر ذلك في رجوعه الى اهله، فدل على ان ذلك ضد الكثير وهو اليسير، واليسير مع الكثير في حكم التبع، ثم رجوعه ثانيه الى التعبد دال على تعلق قلبه بالعباده ما دام في الضروره التي خرج اليها فهو تعبد مستمر. يعني بيقول لك ان الواحد لما يكون بيعمل حاجه ويقطعها يعني فترات قصيره، القطع ده لا يعتبر قطع لها بالكليه. احنا عارفين حكم المعتكف انه ممكن المعتكف يخرج من معتكفه لاحضار طعام يريد او لتجديد وضوء او لغسل او لقضاء حاجه مسلم، ولا يقطع اعتكافه ولا يرجع تاني. كل ده خدناه منين؟ من ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان برضو يتحنس الليالي ذات العدد، واحيانا يقطع هذا التحنس ويروح يجيب حاجة تاني ويرجع تاني، واعتبروا ان هذا ليس بقاطع. فهمت؟ ومثل ذلك المعتكف يخرج لحاجة الانسان وشراء القوت وحرمة الاعتكاف عليه، ولم يحكم له الا بانه معتكف متوجه، وان كان يتصرف فيما ذكرناه يشهد لما قررناه قوله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر فيهم رجلا قلبه متعلق بالمساجد، فلم يضره خروجه عنها بتعلق قلبه بها، وأجزل له هذا الخير العظيم. ولأجل هذا المعنى أخذ أهل الصوفة في عمارة قلوبهم بالحضور والأدب على أي حالة كانوا مع شغل من شغل مباح أو تخل، فلما صفت بواطنهم تسموا باسم الصوفة وهو مشتق من الصفاء. يعني بيقول لك ان اهل السلوك لما عرفوا ذلك صاروا مع الله على كل حال، صاروا مع الله وهم يتعاملون مع الاشياء، فهو مع الله في طلب الرزق الحلال كأنه بيتعبد، مع الله في طلب العلم لأنه يطلب للوصول إلى المعلوم، مع الله سبحانه وتعالى في العبادة لأنه يريد أن يصل إلى المعبود، مع الله في تناول النعمة لأنه يشكر بها المنعم، مع الله في الابتلاء لأنه يصبر على بلائه ويطلب منه رفع البلاء ولا يشتكيه لخلقه، فهو مع الله على كل حال. فلما عرفوا الحكاية دي وصاروا مع الله على كل حال من الله عليهم بالفضل والقرب وصفاء النفس. الوجه 18 قولها: حتى جاءه الحق، تريد بدء الوحي، لأن العرب تسمي الشيء بمبادئه وتسمي البعض بالكل والكل بالبعض. الوحي بيجي معاه ايه؟ بيجي معاه الدين والنبوة وكلام الله اللي هو الحق، مش كده برضه؟ فكنت عن الوحي بالحق اللي هو ثمرته. يبقى نفس الحكايه، لان العرب ساعات تعمل تطلق على البعض وتقصد الكل، زي يجعلون اصابعهم في اذانهم، وانت بتحط اصابعك ولا طرف الصباع؟ طرف الصباع، مش كده برضه؟ وبعدين ربنا يقول اجعلون اصابع، لان القران عربي بيكلم عربي، لانه احيانا يطلق الكل ويقصد البعض، واحيانا يقصد يطلق المحل ويقصد الحل فيه، وهكذا كثيرا في لغة العرب فيها توسع بهذا. الوجه 19 قولها: فجاءه الملك فقال اقرأ، فيه دليل على جواز التورية، وهي اصل كان ممكن يقول له ايه؟ قول ورايا، خلاص يقول له حاضر من اول مرة، مش كده برضه؟ ردد ما اقول. امال ايه بقى يقرأ؟ يعني جاي يعمل له فزورة يعني؟ فخد بالك الحاجات دي مهمة في طريقة تعليم الناس. فممكن انك انت لما تيجي تعلم الناس تقول كلمة لها معنيين، عشان اولا تحفز همته وتخليهم يبتدوا يقولوا انت قصد ايه ميه، لان الكلمة دي تحمل معنيين. اقرأ يعني اقرأ من نفسك، او اقرأ يعني ردد ما اقول، تحتمل الاثنين، وان كان معناها الظاهر اقرأ من نفسك، ومعناها المرجوح يعني ردد ما اقول. فهم ما تيجي تقول له اقرأ يقوم يبتدي يحتار، ولما يحتار يبقى عايز الجواب، يقوم يلتفت وينتبه اكثر. يبقى دي طريقة تعليم حلوة، بيعلمك ازاي تلفت انتباه الانسان حتى يتلقى منك ما تقول. فيه دليل على جواز التورية، والتورية اللي هي ايه؟ اظهار شيء والمراد غيره،
لأن جبريل عليه السلام كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ، ولكن قال له ذلك ليتوصل به إلى ما يريد من التأديب على ما سيأتي. وكذا يقصد بالتأديب هنا يعني لفت الانتباه، لفت الانتباه للنبي صلى الله عليه وسلم. في غير النبي يبقى التأديب بمعنى إيه؟ التهذيب يعني، لكن مع النبي يبقى التأديب له معنى آخر. يبقى لازم تراعي المعنى، لأن النبي مؤدب أصلا. يبقى التأديب هنا المقصود لفت الانتباه وانخلاعه من انشغاله بأي أمر غير ما يلقى إليه. هذه معنى المقصود بالتأديب هنا. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا أراد أن يخرج إلى جهة يغزوها أو ما إلى غيرها إلا في غزوة واحدة لبعدها، اللي غزوة تبوك يعني. وكذلك فعلت عائشة رضي الله عنها على ما سنبينه في حديث الإفك إن شاء الله، لكن يشترط في هذه التورية ألا يقع للغير به ضرر ممنوع شرعا. يعني ما يكونش بقى التورية دي معناها هتضيع حق مثلا، أو هتخليه يفهم حاجة غلط. يعني لازم يبقى التورية دي لا ينبني عليها ضرر شرعا، لأن جبريل عليه السلام لم يفعل ذلك، وللنبي صلى الله عليه وسلم فيه ضرر، بل كان ذلك مصلحة له على ما يذكر بعد، لأنه لو كان التأديب بغير سبب لكان ذلك زيادة في النفور والوحشة. فانظر مع السبب والتلطف في الأدب كيف رجع عليه الصلاة والسلام يقول زملوني زملوني، ولولا ما جبل عليه صلى الله عليه وسلم من الشجاعة وما مد به من العون ما استطاع تلقي ذلك، لأن الأمر جليل. الوجه 20 فيه دليل على أن أمر السائل إذا كان يحتمل وجهين أو وجوها فليجاوب المسؤول على الأظهر من المحتملات ويترك ما عداها. يعني أنت الواحد لما واحد يسألك على حاجة والسؤال ده يحتمل عدة احتمالات، تجاوب على إيه؟ تجاوب على أرجح الاحتمالات، لأن كلمة اقرأ معناه أنك أنت تبدأ القراءة من عند نفسك كويس، وتحتمل رد ما اقول، بس احتمال رد ما اقول ده احتمال ايه؟ ضعيف المعنى. فالنبي لما رد قال له ايه؟ رد على ارجح الاحتمالات، قال له ما انا بقارئ. يبقى الواحد لما يجي يسال سؤال يحتمل معاني كثيره يقوم يرد بارجح الاحتمالات الاول، لانه لما ان كان لفظ جبريل عليه السلام يحتمل طلب القراءه من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وهو الاظهر، ويحتمل طلب القراءه منه لما يلقي اليه وهو المقصود في هذا الموضع، لما ظهر بعد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على أظهر الوجوه وهو المعهود من الفصحاء في تخاطبهم. يعني ما واحد يقول لك فين أبوك، تجاوبه على أبوك اللي خلفك، لأن يحتمل أبوك اللي خلفك، ويحتمل أبوك اللي هو عمك، ويحتمل أبوك اللي هو إيه جارك الراجل الكبير في السن، الناس يقولوا عليه أبوك برضه لأنه في سن أبوك، مش كده؟ تحتمل معاني كتير. لما يجي يقول لك فين أبوك تقوم تقول له أبوك اللي خلفك، لأن ده أرجح المعاني. فلما تيجي تقول له أبويا مثلا في الغيط، وهو عارف إن أبوك فلاح وهو بيسأل على واحد تاني يكون صانع، عمك التاني يقول له لا أنا ما أقصدش أبوك ده، أنا أقصد أبوك اللي هو عمك أبوك فلان، يقوم يدي لك المعنى التاني. يبقى لما تيجي تسأل على معنى على حاجة تجاوب على أرجح المعاني الأول. وده يفيد على فكرة اللي بيمتحن امتحانات شفوي. يعني احنا كنا نتسائل ساعات في امتحانات الشفوي في كلية الطب سؤال اجابته تحتمل معاني كتير قوي، فكنا الحمد لله نراعي هذا الادب، فتروح مجاوبه له على ارجح المعاني، يقوم يقول لك وفيه تاني، تقوم تقول له الاقل، وفيه تاني تقوم تقول له الغامض، يقوم ينبسط تقوم تنجح. فكانوا الحمد لله بينجحونا يعني، وكانوا احيانا برضو يسقطونا لانه اصل النجاح بيد الله، لكن هي الفكره من حيث الادب. يبقى لازم الواحد يراعي الحكايه دي، لما حد يسالك على حاجه تبتدي بالراجح الاول والواضح، مش كل ما تحتمل بقى وتبقى رغاي تقول اصل يعني اقرا دي تحتمل كذا وتحتمل كذا، انت قصدك ايه؟ كده اسمها عيب، كده يقولوا عليها عيب، كانك انت قلت له انك انت ما بتعرفش تسال. ليه عيب بقى؟ لان هو بيسالك والمفروض اكبر منك ويمتحنك، لما تيجي تقول له انت تقصد ايه كانه ما بيعرفش يلقي السؤال، كانه هو نفسه لا يفرح يبقى ممتحن، يبقى انت كده قعدت فيه، يقوم يزعل ويتنرفز. هو ما يزعل ويتنرفز انت عارف الحكايه كلها،
هتقابله بعد 6 أشهر. فالأحسن انك انت يعني ايه تتكلم بأدب. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كله أدب، بيعلم الناس الأدب قبل ان حتى تظهر علامات نبوته واضحة بالبعثة صلى الله عليه وسلم، لأن كل أنفاسه كانت يعني صالحة لتربية البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه 21 وهو الوجه الأخير اليوم إن شاء الله، ونقف على الوجه 22. يقول قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فيه دليل لمن ذهب من العلماء إلى أن أول الواجبات الإيمان دون النظر والاستدلال. هو لما قال له اقرأ باسم ربك، جاب له دليل على أن في وجود رب، ولا قال له ربك على طول؟ يبقى ايه، استدل من العلماء ان اول الواجبات الايمان دون معرفة النظر والاستدلال، دون معرفة الدليل. معرفة الدليل دي تيجي ملحقة تكميل للايمان، وليست يعني من اصول الايمان، لكنها كمال للايمان. ليه؟ لازالة الشبه، فالدليل يعين على ازالة الشبه، لكن المطلوب هو الإيمان. وكثير من العوام مؤمن وإيمانه قوي وما يعرفش يدلل، مش كده برضو؟ يعرف تقول له طب دلل يا أخي على ما أنت تؤمن به، مش أنت بتقول أشهد أن محمد رسول الله، طب اثبت لي أنه رسول الله. يقول لك هو فيها هي دي تحتمل الكذب، هو معقول يبقى مش رسول الله؟ يا أخي ما هو رسول الله يا أخي، هو في حد قال غير كده؟ وما يعرفش يدلل غير الكلام العجيب ده، لأن لم يخطر في باله أصلا إن إيه، هو مش رسول الله، ما خطرش في باله. وبالرغم من ذلك إنه ما يعرفش يدلل إلا إنه إيمانه مطلوب ومرجو القبول. كل ده عرفناه من قوله اقرأ باسم ربك. فهمت إزاي؟ يبقى إيه؟ يبقى من أول دون النظر والاستدلال، وأن النظر والاستدلال شرط كمال لا شرط صحة. لان خد بالك ان كان في طوائف من علماء الاصول الدين اللي هو علماء التوحيد كانوا يقولوا ان ايمان المقلد ليس بناجي، فهو بيرد عليه. هو الشيخ هنا ابن ابي جمره بيقول لا، المقلد جائز، ايمانه كويس وناجي، لكن اللي يعرف الدليل ده شرط كمال مش شرط صحه. فهو بيرد على الطائفه الكبيره من علماء الاصول الذين قالوا ان ايمان المقلد غير كاف للنجاه يوم القيامه. يقول لهم لا، ده كافي، لكن لما تعرف الدليل حاجة خير وبركة. وأن النظر والاستدلال شرط كمال لا شرط صحة، لأن قوله اقرأ باسم ربك تم به الفائدة وحصل به الإيمان المجزي، وقوله بعد ذلك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هو طلب النظر والاستدلال. يعني لابد أنه طالما في مخلوق يبقى في خالق، مش كده برضو؟ أدي الاستدلال. يبقى بعد ما قال له ربك، الايمان دي دلوا على الاستدلال علشان يكمل الايمان. فهمت ازاي؟ لان شرط كمان مش شرط صح. فقال اذا كنت انت لا تدعي انك اوجدت نفسك، ولا واحد من الخلق يدعي انه اوجد نفسه، ولا بد لكل موجود ان يكون له موجد، ولكل فعل ان يكون له فاعل، ولكل خلق ان يكون له خالق، ولكل مقهور ان يكون له قاهر، ولكل مرزوق ان يكون له رازق، وهكذا. ادي الاستدلاله، فإيه دلوا على الاستدلال بعد ذلك. وقوله بعد ذلك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وطلب النظر والاستدلال، وهو زيادة كمال الإيمان، لأن الأنبياء عليهم السلام أكمل الناس إيمانا، ولم يفرض الله عز وجل على الناس على أيديهم إلا الإيمان المجزي، وبقي الكمال يهبه الله لمن يشاء من أتباعهم. يشهد لما قررناه قوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال لهم النظر والاستدلال ولا لهم يقولوا لا إله إلا الله؟ خلاص يقولوا لا إله إلا الله على الحديث. فلم يطلب منهم إلا النطق بكلمة الإخلاص، ولم يشترط في ذلك نظرا ولا استدلالا. والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم علمنا، اللهم فقهنا،
اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون. وأفضل عن ذكري الغافل.